مرحبا اصدقائنا اليوم رح نعمل إيه دراسه طيب اليوم يا حلوين يا صف اول رح نحكي عن شغله كثير حلوه اسمها النصف يعني الشغلة بمسكها وبقسمها بالنص صح؟ مثلا مثلا هاي هاب هاي ايه نقسمها بالنص هاي عندنا خبزه كبيره شايفينها يا اول؟ تمام هاي الخبزة الكبيرة بدنا نقسمها هلا بالنص تمام خلينا نجرب نقسمها بالنص سوا مثل هيك اه بالنص طيب يا طلاب الصف الأول هذا الرغيف الكبير رغيف الخبز تمام هو وحدة واحدة طيب هلا كيف نحن بدنا نقسم هذا الرغيف زي هاي التفاحة بالنص بالنص بدنا نقسمه شو جبنا يا شهم؟ جبنا المقص بدنا نقسم هلا هذا الرغيف بالنص لازم يكون بالتساوي اذا هيك هيك صار ايش بالنص متساوي اذا هيك صار عندنا قسمين متساويين ما قسمنا هيك هون, هون. ما قسمنا هون هيك صار عندنا قسمين مالهم متساوية هون. هون ممتاز اذا هذا شو بسميه يا شهم هذا بسميه القسم النصف شو بنسميه النصف النصف احسنتم يا اول طيب نيجي كمان على مثال ثاني في عندي هاي قطعة الشوكولاتة طيب كيف بدنا نقسمها بالنص يا شهم؟ هون من هون خلينا نجرب نقسمها تمام هيك قسمنا صارت عنا القطعتين متساويتين ممتاز إذا هون صار عندي أنا قطعتين من التفاحة يعني تفاحة واحدة مسكناها أخذت شوكولاتة <applause> طيب هلا عنا في عنا تفاحة واحدة هون بس إذا بدي أنا أقسمها بالنص بنجيب السكينة برضو نفس الشيء وبنقسمها بالنص بصير عندي قسمين من التفاحة طيب نفس الشيء عندي هون بوكس كبير عندي هون بوكس كبير هلا لما نيجي نقسمه بالنص يا صف أول كيف بدنا نعطي زي رمز عشان نفهم شو يعني شو يعني كسر هاي هيك زي كسرناه قسمناه بالنص هذا الشكل الكبير هلأ هل يا أول بدنا نفهم كيف يعني واحد على اثنين كيف يعني هذا الكسر بدنا نعرفه كيف؟ النص هو عبارة عن واحد على اثنين شو يعني واحد على اثنين؟ يعني هلأ هل هذا القسم هو عبارة عن مربع واحد فقط لا غير صح؟ مسكناه يا شهم وقسمناه بالنص تمام؟ قسمناه يا أول لشو؟ لنص إذا صار اسمه هذا صار واحد أثنين نص واحد اثنين ممتاز يعني هذا صار اسمه نص وهذا صار اسمه نص يعني هاي الخبزه صارت نص وهاي الخبزه الثانيه كمان صارت نص مسكناهم التنتين صاروا قسم واحد تمام ما دام هذا نص وهذا نص هلا هل هذا لما مسكناه قسمناه هيك قسمناه هيك احسن عشان نكون متساويين احسن هيك اذا هذا معناها الجزء واحد من الجزئين يعني دائما رقم واحد اللي فوق هي قصدنا هذا الجزء الجزء الأول إذن هذا إذا هذا جزء فهذا الواحد اللي من فوق اللي هي هاي بكرة بنسميه نحن البسط هذا البسط أو هذا الجزء هو عبارة عن جزء واحد فقط من الجزئين هدول الأصليات فدائما بدنا نعرف فوق دائما بيكون أقل من تحت بالكسور تمام ممكن مرات في حالات بس نكبر نشوف فوق بكون اعلى من تحت هلا هل هذا معناها جزء واحد اللي هو قصدنا يا هذا الجزء يا هذا الجزء تمام ورقم اثنين قصدنا هدول الاثنين مع بعض تمام هذا بنسميه معناه النصف تمام اوكي اذا هذا معناه الجزء الاول واحد من الجزئين ودائما المقام اللي هو من تحت بيكون هو عباره عن الاثنين هدول سوا بس احنا شو اللي مطلوب منا يا اول بس نعرف كيف يعني نص إنه واحد على اثنين، تمام؟ وشو كمان بدنا نعرف؟ بدنا نعرف كيف بدنا نقسم الشكل بشكل متساوي، يعني شكلين متطابقين. يلا، فالمطلوب منا هون أن نحوط، يعني نحط دائرة على الشكل الذي يمثل النص، ونحط إكس على الشكل الذي لا يمثل النص، يلا. أول شكل هذا نص يا شهم؟ إذا بنحط عليه إيش؟ دائرة دائرة، هيك طلبوا منا، هون؟ لا، لا اذا بدنا له إكس طب هذا الشكل هل هو متساويان أو هل هذا نص؟ طبعاً نص. إذا هذا رمزه كيف نرمز له بالكسر؟ هذا اسمه كسر واحد على اثنين معناها نص. هل هذا نص؟ نص لقلب الحب؟ لا. لا. لو كان نصه بده يكون هيك، صح؟ إذا هذا بنحط له إكس. هل هذا نصه للمثلث؟ لو كان نصه بده يكون زي هيك بالضبط، إذا رح هيك لو كان النص. إذا هاي حطوا إكس. هل هذا منتصف؟ نص؟ هذا آه، نعم هذا نص أحسنتم زي ما حكينا يا أول لازم نعرف شو يعني نص نص معناها واحد تقسيم اثنين يعني واحد بنحط تحتها خط وبنحط اثنين إذا كم عدد الأجزاء اللي لونناها؟ واحد واحد لأنه هيك طالبنا بالسؤال لون نص الشكل بعدين بدنا نكتب الكسر الذي يمثل عدد الأجزاء التي لونتها، تمام؟ يلا، هلا هن طلبوا منا إيش؟ نلون نصه للشكل، هذا هو نصه، مش الاثنين، نصه يعني واحد بس بدي أقل... بدي ألونه. إذا نكتب عدد الأجزاء الملونة واحد، عدد الأجزاء اللي بتطابقوا يعني الاثنين قديه بيتطابقوا؟ هدول الاثنين بتطابقوا على بعض، يعني هدول الاثنين متساويين. اوكي؟ فبنحط اثنين. اوكي؟ واحد على اثنين، هون نفس الشيء، كم عدد الأشكال الملونة؟ واحد بدنا نقسمها يعني نحط تحتيها بعدين خط بعدين بنحط عدد الاجزاء المتطابقة زي ما حكينا عدد الاجزاء المتطابقة يعني اثنين بنعد هدول الشكلين الاول والشكل الثاني يعني جزئين هدول مع بعض طيب السؤال بيحكينا رقم تسعة الحس العددي بكم طريقة يمكن قسمة الورقة المجاورة الى نصين كيف ممكن انا اقسمها لقسمين او لنصين في عندي طريقة يا بقسمها هيك بالطول إذا بحط هاي الجزئين على هدول الجزئين يا بقسمها بالعرض هدول الجزئين بدي أحطهم على هدول الجزئين صح؟ يعني هاي هي خلينا نتخيل هاي الورقة تمام؟ هاي الورقة أوكي؟ هاي الورقة زي هاي الورقة هلا شو المطلوب منا؟ كيف ممكن أقسمها لجزئين لقسمين؟ هاي الورقة ممكن أقسمها ها عشان أكبر الكسوره هاي الورقة زي هاي الورقة تمام؟ كيف ممكن أقسمها بالنص بالنص بشكل صح؟ يا بقسمها هيك أوكي؟ يا بقسمها طريقة تانية ها لاحظتوا كيف صار الخط هون بالنص يا بقسمها هيك بالعرض ها هيك تمام شايفين كيف ما أسهلها إذا عندي طريقتين ممتاز ننتقل معاكم إلى كتاب التمارين طيب نشوف الآن صفحة 23 من كتاب التمارين نحوط الشكل المقسم إلى جزئين متطابقين اوكي بدنا نحط شو بدنا نحط دائره نحوط يعني بدنا نحط دائره على الشكل اللي له جزئين متطابقين فقط لا غير يعني قصدهم اللي عنده نصين بس اللي عنده نصين جزئين يعني اللي عنده نصين بدنا ننتبه يا اول طيب اول شكل عندنا هل هم جزئين اثنين نعم فبنحط عليهم دائره ممتاز الشكل التاني نتفرج عليه مره ثانيه هل هذا عباره عن جزئين متطابقين لا عندي هون جزء هون اثنين هون ثلاثة 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 أجزاء متطابقة فإذا بالتالي لا تحطوا دائرة عليها لأنها هاي ثلاثة شو طالب منا السؤال طالب منا جزئين متطابقين يعني متساويين اثنين وبس هون فيش عندي ولا جزء هون عنا جزئين معناها بدنا نحط هون دائرة يعني هذا نص وهذا نص طيب هون الشكل كمان حطوا عليه دائرة هون نصف وهون عنا نصف ممتاز إذا عنا جزئين فقط لا غير هون كم جزء عندي واحد اثنين ثلاثة أربعة اربع أجزاء معناها هذا غلط ما بدنا نحط عليه دائرة هون عنده اثنين صح لكن ما بحط عليه دائرة ليه لأنه مش متطابقين هل هذا حجمه نفس حجم هذا الجزء طبعا لا فإذا ما بدنا نحط عليه دائرة هذا الشكل الأخير متطابقين يعني متساويين بنحط عليه دائرة كاملة شكرا لكم إذا هاي السؤال الأول نيجي للسؤال اللي بعديه نلون نص الشكل ثم نكتب الكسر الذي يمثل عدد الأجزاء التي لونتها طيب شو بدنا نعمل؟ بدنا نلون نص الشكل هذا الشكل عنا شو شكل المستطيل كيف بدي كيف بدي الون نصه هن لحالهم قسموا لي لقسمين متساويين قالوا لي بس لوني النص مش كله كامل قالوا لي لوني بس النص فاذا بدنا نلون هذا بس يا يعني ممكن تلوني الجزء الثاني انت زي ما انت حاب إذا بدنا نلون هذا الجزء نحن لوناه ما دام عدد الأجزاء قد اللي لوناه؟ لون واحد بس فبالتالي بدي أحط هون رقم واحد عدد الأجزاء المتطابقة الاثنين هدول قد عددهم الأشكال الموجودة؟ عندي شكلين بس هاي جزء وهذا الجزء بتساو فإذا نحط هون رقم اثنين ممتاز نيجي الآن نيجي الآن لا الشكل الثاني كم عدد الأجزاء اللي لوناها؟ ممكن يا هاي نلون يا هاي نلون لأنه هم طلبوا مني نص الشكل فبالتالي بدنا نلون هذا او هذا زي ما بدكم مش الاثنين بس نصه نفس الشيء عدد الاجزاء الملونه واحد عدد الاجزاء المتطابقه اثنين طيب ننتقل الان الى السؤال الاخير نضع صح بجانب الشكل الذي يمثل النص بلش باول شكل عندنا شكل رقم أربعة هل هذا نصف أه. نعم بدنا نحط وين صح هون أه. رقم خمسة هل هذا نص لا لا هذا رح ندرسه بكره بدرسنا اللي اللي بعديه عن الربع. طيب هذا الشكل مص. هذا نص لانه لوننا جزئين فهو بيعتبر نص الجزئين الثانيات هدول يعني نص الشكل فهون نحط صح ممتاز اذا هيك نحن نكون خلصنا درسنا الثاني اللي هو النصف نراكم في الدرس الثالث وهو عن الربع الى اللقاء باي والكومنت والاشعارات باي Yeah, we can keep on dancing all night.